l'entreprise pour parce que je sais que derrière la cause de l'entreprise il y a la cause خصنا حيز كبير للستارت اب. علاش؟ لان كاين هناك واحد النواة قوية اللي بدات كتطور، هي في حاجة الى تأطير وفي حاجة الى مواكبة. والتزامنا كان هو انه غادي نوضعوا لهم الاطار داخل الاتحاد العام لمحاولة التشغيل باش يشتغلوا انطلاقا من ثقافتهم وانطلاقا من خصوصيتهم. ثانيا سنحدد اولويات بالنسبه لحاجياتهم على اساس ان يكون هناك يعني بعض التدابير وليست كثيره من طرف انطلاقا من القانون المالي المقبل على اساس انه يمكن لهم يفتح لهم مجال لمزيد من العمل. ثالثا غادي نحاولوا من داخل الاتحاد العام للمقاولات غادي نشتغلوا عليه انه على مستوى المقاولات الكبرى والمتوسطه انه تبنى يعني قنوات مع هاد الستارت اب باش يواكبوهم ويعطيهم كذلك امكانيه باش ينضجوا، لان النضج ديالهم غادي يسمح لهم باش يصبحوا مقاولات كامله اللي غادي يمكن تساعد وغادي تنوع كذلك العرض والنسيج الاقتصادي في بلادنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.